السلام عليكم، اهلا بيكم. هنعمل مع بعض النهاردة فيديو بنشوف فيه ازاي بنحول الملوخية الناشفة لملوخية خضراء. قبل ما ببدأ في ازاي بنعملها، اول حاجة بعملها بجيب كوباية شوربة زي ما احنا شايفين هنا كده في الحلة. بجيب كوباية شوربة وعليها قرن فلفل احمر مضروب في الكبة او مبشور بالمبشرة، وعليه شوية توم نيين صغيرين، وعليه شوية كزبرة ناشفة، يعني بكوباية شوربة وشوية توم صغيرين وشوية كزبرة ناشفة وقرن الفلفل الاحمر حامي. لو بتحب الحامي، لو مش بتحب الحامي يحطي فلفل اخضر مبشور. ودي الطريقة، دي الحركة دي بنعملها في الملوخية سواء كانت خضرة او ناشفة. فانا النهاردة بحول الناشفة لخضرة، فبقوم حاطة الكمية دي، حطها كده وحط عليها شوية سكر وطماطماية صغيرة قد كده مبشورة، وبحطهم على النار يغلوا لمدة 5 دقايق. دي اول حاجة بعملها في تجهيز الملوخية اللي هحولها من ملوخية ناشفة لملوخية خضرة. هاخد دي بقى احطها على النار تكمل السوى بتاعها تغلي. في نفس الوقت بقى بكون عاملة ايه، عاملة مجهزة الطشة بتاعتها، هي الطشة بتاعت الملوخية العادية، الكزبرة والتومة والسمنة او الزيت بتاعي دي هحطها في الاخر خالص. فانا جهزت الطشة بتاعتها هي. بعد كده بعمل ايه، بكون انا قبل كل ده كله بكون ايه، لا ولسه في حاجة تاني. يعني مثلا عندنا دلوقتي في الخلاط ده فيه ربطة كزبرة خضرة انا ضربتها في الخلاط في كوباية شوربة، دي هصبها على الحاجة اللي انا حطيتها في الحلة اللي هي الشوربة والفلفل والثوم وشوية كزبرة الناشفة. هحط الكزبرة الخضرة دي اللي انا ضربتها في كوباية شوربة على الخليط اللي فات واخليهم يغلوا مع بعض، احطهم واكمل معاكم. حطينا الكزبرة الخضرة هي الكزبرة الخضرة على خليط الفلفل الأخضر والتومة والكزبرة الناشفة وكده، وهخليهم يغلوا على النار على بال ما اوريكم عملنا ايه في الملوخية الناشفة. الملوخية الناشفة هي ديت كوباية او مج كده، انا جبت علبيات وحطيته فيه كوباية ونص شوربة برد او سخنة ما تفرقش، وبيتهم في التلاجة. لما باتوا بقى في التلاجة هنقلبهم مع بعض ونشوف شكلهم عامل ايه. شايفة لون الملوخية بقى اخضر ازاي؟ الملوخية بقى لها عرق اللي هي كانت ناشفة، وايه وانا بيتها في شوربة، يعني الكوباية قلبتها في كوباية ونص شوربة او كوباية وربع، وبقت ايه لونها اخضر وبقت طرية جدا كأنها ايه ملوخية خضرة. وايه وليها شوفي عرق ازاي، يعني بقى ليها عرق شوية ومطة. وانا جهزت في الحلة دلوقتي اللي هو الكزبرة الخضرة وقرن الفلفل المبشور وفص الثوم وكزبره شويه كزبره ناشفه وطماطمايه صغيره مبشوره وشويه ومعلقه سكر صغيره قد معلقه الشاي، وغليتهم على النار لمده 5 دقائق. وقلبت عليهم بقى الكزبره الخضراء المضروبه دي في كوبايه شوربه، وقلبتهم بيغلوا 5 دقائق ومجهزه الطشه بتاعتي. هقلب دلوقتي الملوخيه دي على الخلطه اللي انا عملتها في الحله وقلت لكم عليها، وهجيبها ونشوفها مع بعض. زي ما انت شايفه اهوت بقلبها في الخلطه اللي انا عملتها اللي هي
كوبايه الشوربه وقرن الفلفل، قرن الفلفل الاحمر او الاخضر، انا حطيت قرن فلفل احمر لان انا بحبها حاميه شويه، وبقلبها فشوفي تخينه ازاي ولونها اخضر ازاي. وعايزه ازودها شوربه تاني، هنزودها شوربه تاني لما الاقيها محتاجه. فانا في نفس الوقت بعمل الطشه بتاعتها على النار عشان اقلبها عليها واخليها تغلي تغلي تاني. زي ما انت شايفه اهوت، انا حاطه ايه الطشه على النار، وادي الملوخيه الناشفه ما تفرقهاش خالص عن الملوخيه الخضراء، وبتديكي كميه كبيره. يعني دي فنجان، ده فنجان ملوخيه ناشفه، زي ما قلت لك نقعته في فنجان وربع او فنجان ونص شوربه بارده او حاجه، وعينته في الثلاجه. ممكن تحتفظي بالملوخيه الناشفه دي اللي انت نقعاها يوم اتنين تلاته في الثلاجه من غير لغايه ما تيجي تحتاجيها وتطبخيها. يعني انا بقلبها دلوقتي بس عشان تفك، يعني يوم اتنين تلاته ما تحطهاش في الفريزر، انت نقعتيها حطها يوم اتنين تلاته لغايه ما تيجي تستعمليها تبقى ايه جاهزه. ان انت شوفي لونها ايه بيخضر ازاي، وكمان الكزبره الخضراء اللي بنضربها في الخلاط وبنحطها فيها فبتديها لون اخضر اكتر. في نفس الوقت انا بعمل الطشه اهوت على النار، وهصبها على وشها واديها غلوه تاني او غلوتين، لان ايه شوفي هي تخينه، يعني ممكن ازودها شويه شوربه تاني لو ايه عايزاها اخف من كده، لان الشرب الملوخيه الناشفه بتشرب بتاخد شوربه اكتر من الملوخيه الخضراء. وبكده يكون يعني انت عملتي ملوخيه خضراء هي في غير اونها من الملوخيه الناشفه، وبطريقه جميله وحلوه. فانا هصب عليها الطشه بتاعتها واشوف لو محتاجه شوربه هحط لها شويه شوربه تانية. وزي ما انت شايفه حطينا الطشه اهوت، وهنحطها على النار ونديها غلوه، وبعد كده هنغرفها في الاطباق. وديكي شايفه اللون والقوام وفي كل حاجه، حطها تاني على النار غلوه واحده وهوريك. ادي شقه الملوخيه الخضراء هي الناشفه قصدي هي، شوفي ليها عرق ولونها اخضر وريحتها جميله جدا. وعملناها من كوبايه ملوخيه واحده بس، وطعمها جميل جدا وريحتها حلوه، ما تفرقش حاجه عن الملوخيه الخضراء. ولو كنت افدتك بفكره او معلومه ما تبخليش باللايك والشير. تحياتي عزه زيدان.